من جدة معنا موفدة الحدث إلى هناك مديرة مكتب الحدث في السودان لينا يعقوب. لينا مساء الخير لك. هناك حديث عن بعض التقدم، نستفسر منك أي تقدم تم تحقيقه في هذه الأيام الستة؟ مساء الخير عليك لارا. نعم، في الحقيقة تم استئناف هذه المباحثات يوم الخميس الماضي، عقدت الجلسة الافتتاحية مساء الجمعة، وحتى اللحظة ما زالت النقاشات مستمرة حول قضايا مطروحة وموضوعة في الطاولة، من بينها طبعا وقف إطلاق النار، وقف العدائيات، وكيفية إدخال المساعدات الإنسانية. بحسب معلومات الحدث أنه جرى اليوم النقاش حول إجراءات بناء الثقة. هذه الإجراءات مكونة من 4 نقاط يجري التفاهم حولها حاليا. من المعلوم أنه خلال الأيام الماضية أيضا سيتم وضع جداول زمنية، إما لوقف إطلاق النار وإيقاف العدائيات، أي أن ما هي المدة المقترحة، سيتم الاتفاق على ذلك، وأيضا جدول زمني لهذه المفاوضات ككل، أي أنها لا بد أن تكون بسقف زمني موضوع للوصول إلى اتفاق حول هذه القضايا المطروحة لكل بند، لكل محور عدد من البنود. الآن يجري النقاش حول هذا الأمر، وحدث تقدم في إجراءات بناء الثقة. ما زالت هناك بعض القضايا الأخرى العالقة. سأترك لزميلي شهدي أن يتحدث حول بقية الموضوع، ولكن هذه المباحثات لارا تأتي الآن. نعم، هذه المباحثات تأتي في ظل عودة لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني إلى أم درمان ليطمئن بأن منبر جدة هو لتنفيذ ذات المطالب السابقة، أي أنه لا يوجد تنازل للجيش السوداني ولوفد الجيش السوداني في جدة، خاصة المطالب المتعلقة بخروج الدعم السريع من الخرطوم ومن منازل المواطنين. وفي ذات الوقت الدعم السريع أيضا يقوم بتقدم في ولايات دارفور ويحرز بعض التقدم، خاصة في زالنجي وكذلك مناطق أخرى في دارفور. حدثت هناك معارك وسيطر على بعض المواقع، لذلك تأتي هذه المباحثات في ظل أيضا تطورات تحدث في الداخل السوداني، ولكن هناك تقدم حتى اللحظة في بعض النقاط. طيب، يعني نتحدث عن تقدم ببعض النقاط لينا بالفعل كما تقولين، بس بنفس الوقت ما زلنا نتحدث عن أنه المطالب الأساسية للطرفين ما زالت جدا يعني واضحة وغير قابلة للتعديل، سواء موضوع خروج الدعم السريع من الخرطوم إلى معسكرات يتم تحديدها، أو حتى المطالب الأخرى لدى الدعم. الآن ما زلنا نتحدث عن عقبة كبيرة في هذا الإطار، صحيح؟ ربما مسهلي الحوار لارا قاموا بوضع البنود التي يمكن الاتفاق عليها وتأخير تلك الصعبة أو تلك التي عليها ملاحظات من قبل الوفدين إلى مرحلة لاحقة. طبعا الآن اليوم السادس أو السابع منذ أن بدأت هذه المباحثات، كل يوم تقوم وساطة بتقديم مقترحات لكلا الجانبين، وحتى اللحظة هذه المباحثات غير مشتركة، أي أن وفد الوساطة أو مسهلي عملية الحوار المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك ممثل للاتحاد الأفريقي والإيجاد يقدمون مقترحا لوفد الجيش وكذلك لوفد الدعم السريع، والاستماع لوجهة نظرهما حول الملف أو حول هذه القضية وأخذ نقاط الاتفاق. حتى اللحظة لم تعقد لجنة مشتركة أو لم يعقد اجتماع مشترك، ولكن لا تستبعد المصادر من كلا الجانبين بأن يتم عقد جلسة مشتركة خلال الأيام الماضية باعتبار أن التفاوض غير مباشر. لذلك يبدو أن هناك منهج تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بعد توسعة هذه المفاوضات بإدخال عنصر جديد وهو الاتحاد الأفريقي والإيجاد، بأن تتبع نهج يمكن أن يجعل الأطراف يتفقون على كثير من النقاط ويؤخرون ربما لنهاية المفاوضات تلك النقاط البعيدة. شكرا جزيلا لك لينا على كل هذه الإيضاحات، مديرة مكتب الحدث في السودان وموفدتنا إلى جدة لينا يعقوب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.